زات اثنين من عمالقه النادي الاهلي، الالعاب مختلفه لكن اثنين كان لهم تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. دكتور طه اسماعيل نجم كره القدم في النادي الاهلي ومصر، وسياده اللواء علي كامل نجم السباحه في الخمسينيات. اولا الاثنين كانوا زملاء في المدرسه وفي نفس الوقت كمان في النادي الاهلي، اثروا الحياه الرياضيه في مصر وفي النادي الاهلي من خلال العاب مختلفه كره القدم والسباحه. دكتور طه انا مبسوط ان معاكم النهارده وسياده اللواء، وعايز اعرف مشاعركم واحاسيسكم في هذه اللحظات. والله طبعا ما فيش شك، يعني هي مشاعر فيها نوع من الفرح الكبير والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب ولأعضاء النادي الأهلي في هذا التكريم اللي يعني بيعطي للناس اللي أدت للنادي الأهلي خدمات حقها من التكريم. وأيضا يعني الواحد بيفتخر أنه هو بينتمي إلى النادي الأهلي اللي أطفى علينا الشهرة والشهرة الكبيرة، مش بس احنا كمان لعبنا لكن ايضا احنا استفدنا من اسم النادي الاهلي الكبير. وفي نفس الوقت انا بعتبر ان ده عمليه تربويه على اعتبار ان النشء الصغيرين يحسوا ان هم يؤدوا بشكل كبير جدا، لانه في النهايه هيكرموا التكريم اللائق بيهم في المستقبل، ودي نقطه تربويه كبيره جدا بالنادي الاهلي، ودي من مبادئ النادي الاهلي الكبير دايما. بتقولي لي سياده اللواء بعد اللقاء النهارده بقالكم كتير؟ انا سعيد بلقائي به سعاده غامره جدا، وجماعتنا صدفه رائعه، جماعتنا احنا الاثنين الصدفة الجميلة ان احنا بنكرم من قبل النادي الاهلي، سواء احنا في العاب مختلفة لكن في نفس الوقت كرمنا التكريم اللائق به. وانا بقول ان دي لحظة لقاء جميل جدا في مناسبة يعني جميلة بالنسبة لينا احنا الاثنين يعني، فانا سعيد بهذه النقطة. الله يخليك حبيبي. طبعا انا سعيد بلقائي مع دكتور طه. انا وهو في فرقة واحدة، فرقة كرة القدم في مدرسة مصر الجاية الثانوية، هو انسايد ليفت وانا وينج ليفت. انما نتكلم عن تاريخ السباحه بقى، انا بدات اول بطوله خدتها مع النادي الاهلي كانت تحت 10 سنين سنه 1947، خدت فيها بطوله 50 متر فراشه و50 متر حره، ووصلت بطل الناشئين لغايه سنه 1953 وانا بطل الناشئين. ثم طلعت الى عموم الرجال، استلمت بطولة مصر اعتبارا من 1956 بطل مصر في سباحة الفراشة إلى أن بطلت 1961. إلى جانب سباحة الفراشة كنت عضو كرة الماء في نادي الأهلي، وبعدين بطلت السباحة، رجعت تاني للسباحة بعد ما طلعت معاش من شغلي، وابتديت أمارس سباحة الأساتذة. اشتركت في اشتراحات الاساتذه سو ما اشتركت في اربع بطولات عالم. بطوله العالم في ايطاليا ريتشوني، ثم بطوله العالم في تورين في ايطاليا برضو، ثم بطوله العالم 2014 في كندا، ثم بطوله العالم في المجر اخرها كانت في المجر في اغسطس اللي فات. حصلت على ميداليه خامس العالم في سباحه الفراشه. انا لسه راجع بقالي اسبوع بالظبط من بطوله في المانيا منتخب مصر، وكنت بمثل النادي الاهلي في هذا المنتخب، وخدت خمس ميداليات متنوعه بين ذهب وفضه وبرونز. تاريخ طويل مع سباحه النادي الاهلي ومصر، لكن كلمه في الختام تقولها لاسره النادي الاهلي والتكريم النهارده. اسره النادي الاهلي ما بتنساش اللي هم اساس السمعه الحلوه اللي واخدها النادي الاهلي، لان احنا طول عمرنا بنتشرف بان احنا بنمثل النادي الاهلي. وطبعا تكريم من كابتن زي كابتن الخطيب يعلم ما هي الرياضه بالنسبه لاعضاء النادي، ويحاول يبث فيهم الروح اللي احنا فيها دي النهارده. شكرا جدا سياده اللواء، سعداء بوجودك معانا وسعداء بوجود كل المكرمين النهارده في النادي الاهلي. عوده من جديد لزميلي كريم، اللي بعد دقائق قليله هيكون معايا لقاء هام جدا مع دكتور محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وهنتكلم في امور تخص العديد من الامور الانشائيه اللي اتكلم عنها الكابتن محمود.